يوم جديد، فلوق جديد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. يا جماعة عندنا خبرين، خبر جيد وخبر سيء. نبدا مع الخبر الجيد، الحمد لله عدلنا النوم لما الحين كذا الحمد لله نرتاح وتكون امورنا مرتبة. لكن الخبر سيء، في اخطاء تسجيل مواد الجامعة، فلازم نروح الجامعة من جديد ونعيد التسجيل. فهو مشكلة بنروح اليوم. لكن شوي يا جماعة، اليوم لما صحيت الصباح كذا تقريبا على الساعة 9 كان يطق الباب، شوي لقيت هذه تحت الباب. ايش السالفة؟ ايش هذه الورقة؟ مكتوب انه يبيعون اعضاء انسان. يعني تقدر تشتري قلب، تقدر تشتري كلى، تقدر تشتري رئة، شيء غريبة. وسعر القلب تقريبا نص مليون ريال. اتوقع ان هذه الاشياء ممنوعة عشان كذا جابوها من تحت الباب. لا جد غريبة، اول مرة اشوف اعلان زي كذا. هذا الشيء المفروض مثلا تحصله مستشفى، لكن مو اعلانات تجارية. لا بعد مكتوب من الصين. حلو. دائما يوم نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شوي لما طلعت قلت ان اقصى درجة حرارة هنا 24، جاء كثير يعلق والله اثنين نزيل حر السعودية، في السعودية حر اكثر، لكن هنا الشمس اقرب. كيف يعني اقرب؟ بحط الرابط تحت اللي يتكلم كيف ان الشمس هنا قريبة اكثر، فلما تكون برا على طول تصدع. فهذه المشكلة الوحيدة بس. بسم الله وعلى الجامعة. وصلنا الجامعة. من زمان ما صورنا هذا المكان بفلوق، يلا كلها اسابيع ونرجع هنا من جديد. طيب اول شيء وكالعادة ندفع المواقف. يقول لك النص ساعة دولار واحد، يعني تقريبا 3 ريال. عندنا نص ساعة وإن شاء الله نخلص فيها الأمور. أذكر العام جو طلاب هنا وحطوا صابون في النافورة هنا، أذكر إني صورته وحطيته بتويتر. وقتها اضطرت الجامعة توقف النافورة. شوفوا هنا مكتوب بالعربي، حرية، حكمة، عزيمة، سلام، حياة. وهنا حاطين أغلب الديانات، المسيحية، اليهودية، الإسلام. طيب يا جماعه كذا يكون خلصنا، وطلع عندنا ماده واحده انتظار، ولازم نكلم المدرس ونشوف اذا ندخل هذه المحاضره ولا لا. بما ان باقي عندنا وقت ونتمشى بالجامعه ونرجع ذكريات. تذكرون يا جماعه قبل 3 شهور كنا متحمسين ونطينا من هنا تونا مخلصين البحث، وهذا اخر يوم دوام. الله على شعور المعطلين. خلاص الحين لا عندنا بحث ولا اختبارات ولا شيء، فالوقت عدى طياره. والله جدا فاضي، عندنا في طلاب ماخذين صيفي. ان شاء الله راح اصور في نفس هذا المكان بعد فتره وتشوفون كيف زحمه. شوفوا من هنا شكل الجامعة، كأنه كان بيت بعدين خلوه جامعة. في جامعة هنا في فيكتوريا اسمها جامعة تريل رودز، كانت أول قصر لأحد الأغنياء وبعدين خلوه جامعة. تعرفون كيف؟ تراكم نروح المكان هذا أحسن ما فينا، أي شيء كذا يجي على البال ونسويه ونروح، ليش لا؟ طيب حاليا خطة يا جماعة نتجه على جامعة تريل رودز. طبعا جامعة تريل رودز مو مقبول للملحقية، صارت بعض المشاكل بين الجامعة الملحقية فوقفتها. شوفوا كيف كل السيارات وقفت عشان الإسعاف، ولكن هنا في هذا الطريق زحمة. في هذا الوقت الأغلب يطلع من العمل فعشان كذا زحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا جامعة تريل رود. والله جدا كبير ما شاء الله تبارك الله. والله صراحة ما شاء الله تبارك الله يا أحد الطلاب اللي هنا. يكفي مواقف سيارات تطلع على بحر. هنا مواقف أرخص. هنا الساعة بدولار. نحطها هنا. في البداية نروح نشوف البحر. الظاهر إنه هنا مكان صيد، لأن نشوف سيارات كثيرة واقفة عند البحر. شوفوا البط هنا ماخذين صيفي. سالينين شكلهم، يا مرحبتين وهلا والله. والله لا يخافون ولا عليهم من احد. وهذا هو القصر ما شاء الله تبارك الله، صار له اكثر من 100 سنة، كان لعائلة وبعدين باعوه للحكومة الكندية. في البداية خلوه معهد عسكري وبعدين خلوه جامعة. طابور منظمين والله ما شاء الله. دخلنا هذا المبنى وطلع متحف، متحف للعائلة. هذول هم اصحاب القصر، كان ما شاء الله تبارك الله عندهم 3 أبناء و9 بنات. هنا نشوف صورهم وأغراضهم، هنا نشوف الكرسي، السرير، هنا الكتب، حاطين كل شخص هنا متى ولد ومتى مات. أصغر واحد فيهم انولد عام 1903. هنا بعد غرفة ثانية، ظهر هذه الصور لما خلوه معهد عسكري، شوف عام 1945. هنا نشوف لبسهم. كل أشياء تاريخية في المتحف. جيت بدخل القصر اللي لقيت مكتوب هنا ان في كلاسات الحين والسياح ما يقدرون يدخلون. حلو، بالتوفيق لهم. ان شاء الله صراحه مكان يفتح النفس للدراسه. هنيهم الطلاب اللي هنا، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا محبين افلام، هنا صوروا فيلم اكس مان، واغلب الافلام التاريخيه او المسلسلات يجون يصورونها هنا. بس لما انا اشوف انه شيء غريب، ساكنين مثلا عائله لحالها بعيدين عن وسط المدينه، ايش كانوا يسوون وقتها لحالهم هنا؟ ما في سكان ثانيين ولا شيء. لا جد سمعت عن قصتهم، انهم كانوا يطلعون يصيدون ويرجعون ياكلون. لحالك لا تحتك مع العالم ولا شيء، انت واهلك. استمتعنا بالجوله هنا وشفنا مكان تاريخي، حاليا بنروح نمر الشباب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا عند بيت عزيز. كنا في الحاره نبكي عند البيت. لا والله ما شاء الله البيت اقدم من ريل رودز.
رايح ريال روز. رحت ريال روز اليوم. عرفتين. يا ساتر. اليمين. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف عشان هذا المونتاج وتسوي عروضات كذا. مرحبا يا عبد. الله يحييه. نعيما. الله ينعم عليك. شو القصة؟ ايش الحركات؟ اشترينا؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايش رايك نروح نهندس يا عيال؟ ما عندهم دجاج بالخضروات. صرنا حاليا مطعم نودل بوكس، من افضل المطاعم الموجودة في فيكتوريا. المطعم المفضل الي. جات الاطباق ونقول بسم الله. بسم الله وان شاء الله راح ناكل بالعيدان. والحمد لله يا رب كذا يكون قضينا على الغداء. كيف كان بابد؟ الحمد لله والله جميل، اول مره اجرب ولكن والله طعم. انا قايل لك شباب الحين الحمد لله بعد الغداء وين؟ راح نروح ان شاء الله بورنج. كيف بابد؟ والله جميلة. رحنا فيها؟ والله كشف. يوه. هذا وصلنا البولينج. آخر مرة جيت هنا كنت مع خالد قبل 5 شهور تقريباً. راح نبدأ اللعب أنا وخالد. هنا خالد يكتب الاسم فوق. يا رب مو زحمة. خالد الحمد لله مو زحمة. هنا عبد الله يسجل الأسماء. يلا عزيز دورك. أنا على طول سترايك. أي واحدة. الله 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 الله. وانتهى الجيم الاول. عابد جاب 115 في المركز الاول، انا بالمركز الثاني 104، عزيز بالمركز الثالث 84. الحين ان شاء الله راح نلعب الجوله الثانيه. والله ما خليك اقسم بالله. اول شيء لا تون عزوز عبد الله. الحمد لله بالجوله الثانيه فزنا. هيا كيف كان اللعب؟ والله جميل. وصلنا هذا المكان وهنا منظر الغروب جدا جميل ما شاء الله، والاغلب رايح هناك عند النهايه صور منظر الغروب. هلا ابو عابد، شو الكروز موجود هنا؟ تعال نصوره. يلا. وهذا وصلنا عند الكروز. ايش فكرته؟ فكرته انه ياخذكم لمده اسبوع ويقعد يدور على المدن، وكل يوم في مدينه جديده، كيف الفكره عيال؟ والله جميله والله، يبغانا نجربها باذن الله. خلينا نشوف السعر وذا وكل شيء في داخل، في مسابح، في ملعب كره قدم، في ملعب كره سله، في مطاعم، كل شيء تبغاه موجود داخل. شوف كيف كبيره اصلا ما شاء الله تبارك الله. والله جدا كبيره. الله الباص، شاهد الحركات. والله مره جميله. كيف نطلع نصور فيه فلوق؟ والله مره قدام يا اخوي. طبعا كل واحد يسجل له غرفه والغرفه تكون هنا، والسياره تنتظرك هنا جاهزه. بطل هذا الباص. شيء كافي ولا ما يكفي؟ طلع اعلان يقول لك اذا تبغى تشتري التذاكر لهذا الباص. لقينا الاسعار بالانترنت وطلع سعر التذكره 500 دولار بس على حسب المقصوره، يقول لك يعني حسب الكابين اللي بتاخذها. شوف 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 القمر اللي في السماء وانت ماشي مع القمر اللي في الارض. قمر مكتمل اليوم ما شاء الله تبارك الله. هذا المكان اول مره نصوره بفلوق، وحاطين هنا اعلام المقاطعات، وهذا هو على مقاطعه بريتش كولومبيا. هنا البرتا، مانيتوبا، يوكن. شوف نفس اسم السياره بس كلهم مستعمرين من بريطانيا. هذه مقاطعة كيوبك، كل سكان مقاطعة كيوبك يتكلمون باللغة الفرنسية ويجون إلى هنا بريتش كولومبيا عشان يتعلمون إنجليزي. أول مرة نيجي هنا، لكن هذا المكان جنب القصر اللي أكلنا عنده فلافل. اللي جاي يصور هنا واللي جالسين هنا مسترخين سنتين بالأجواء آخر الليل. يلا مشينا عيال؟ يلا يلا مشينا. هذه فيكتوريا، يبغى لنا فلوق من فلوقات سفر قريب. في سفرة إن شاء الله جاية. قريب قريب ان شاء الله. طيب يا جماعه يعطيكم الف عافيه على المشاهده، صراحه شكرا لكم، تفاعل جدا كبير بالقناه، اشكركم من قلب، وراح نسوي اللي نقدر عليه ان شاء الله في الايام الجايه. طيب يا جماعه من هنا رايحين فلوق، يعطيكم الف عافيه على المشاهده مره ثانيه. وسؤال اليوم يقول: لو حياتك كتاب ايش راح يكون عنوانه؟ انا اكتبوا تحت في الكومنتات، راح نشوف ايش راح تكون العناوين. كان معكم اثنين خالد عبد الله عزوز، خليكم دائما متفائلين وايجابيين. و... و...
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد راح يستلم مهمة. أول شيء نحتاجه بصل. هذه فيكتوريا. يبغولنا